السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان حد بيسأل على ان هو عايز يعرف المكاتب الهندسية اللي موجودة في قطر، وطبعا نفس الكلام ده للسعودية والإمارات والحاجات دي كلها. هي في حاجة اسمها وزارة البلدية، دي المفروض بتلاقي فيها كل المعلومات الخاصة بالمكاتب الهندسية اللي في المكان، وحتى المهندسين انت ممكن تلاقي معلومات عن المهندسين. طيب احنا محتاجين للمكاتب، فبتدوس على المكاتب وتشوف انت عايز تصنيف ايه، عالمي ولا تصنيف اول ولا تاني ولا تالت، وتقول له بحث. بتلاقي هي المكاتب اهوت، اي مكتب فيهم بتدوس هنا بيبدا يجيب لك المعلومات. انت ممكن تاخد اسم المكتب دوت وتعمل عايز سيرش على جوجل، هيجيب لك الموقع فتقدر تتواصل معاه اهوت، وتقدر في ايميل هنا موجود، تقدر وتلاقي التليفون وتلاقي كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها للوصول للمكتب دوت. دي افضل طريقة بحيث ان انت اصلا الحاجات المصنفة والحاجات المعتمدة موجودة هنا. ولو دخلت على لينكد ان وقلت انا عايز اعمل سيرش على الوظائف الموجودة في بلد معين، خلينا مثلا نعمل وظائف على بيم دايركتور مثلا، تقدر بقى تقول له انا عايز الـ الاماكن اللي موجودة في بلد معين، انا بدور على جوبس مثلا. تمام، بيقول لك ان في بيم منشور، ماشي مفيش مشكلة. ممكن تفلتر بقى بتقول له ايه ده انا عايز بلد معين، اهي ممكن تقول له مثلا عايز قطر. وانا نصيحتي ليكم ما تدوروش في قطر دلوقتي، ليه؟ لان احنا داخلين على كاس العالم، ففي قرار وزاري ان هيقف شغل من شهر 6 ل 7، فانت بتنشل على حاجه على ما هتيجي وتخلص الورق هيقولك لا مع السلامه. ففي قطر بلاش في الفتره دي عشان كاس العالم، بعد كاس العالم هتلاقي الامور متاحه. الاعلانات الخاصه بقطر دي بتبقى مضروبه لان صدر قرار ان مفيش توظيفات في البلد امانه يعني. فالسعودية وعمان الكويت والدول الأوروبية هتكون أفضل. بعد كأس العالم هتلاقي إن شاء الله فرص كتير، زائد إن أنت ممكن تكتب على جوجل تقول للمكاتب الاستشارية وتبدأ تبعت للمكاتب. أنا بفضل لينكد إن، لأن لينكد إن بتلاقي الشركات طالبة إيه، فتقدر تحدد. ممكن بدل ما تقعد تبعت شركات كتيرة وما يكونوش طالبين، لأ لينكد إن بيجيب لك الشركات طالبة إيه.